حاجة ملحة لأن المرأة لأن دخلت للعمل سوق العمل، فحاجة ملحة إنه يكون عندها رخصة قيادة. زي أنا مثلاً راح أطلع رخصة قيادة بس ما راح أسوق لأن عندي سواق، لكن وقت ما أخليه الإمرجنسي يعني، بعدين حق من حقوقي بخليه بالشنطة يعني بخليه معي، هذا مو شرط إني أسوق إمرجنسي بليل سواق راح فجأة. ف يعني هذا الشيء المفروض إنه يصير من زمان، مسعد الحمد لله. كما يمكنكم التعرف على الاركان المصنفه اهميه. بشوف ان القرار هذا ان شاء الله راح يساوينا بيساوي النساء ان شاء الله مع الرجال، وهذا الشيء راح يبين ان شاء الله انه عندنا النساء قادرات ومتمكنات من فعل اي شيء الرجل ممكن يعمله. بالعكس انا فعلا ايده، بالعكس انا يعني اتمنى، انا بالعكس انا قاعد انتظر القرار عشان امي اختي كلهم حيسوقوا ان شاء الله، فانا مبسوط يعني بهذا القرار كلنا ان شاء الله كشعب. Get that little piece of dandruff off.